إذا أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تابع قناة الشعب، في هذا البث المباشر هنا مباشرة من مدينة تطوان نتواجد على مستوى هضبة حي جبل درسة المطلة على مدينة تطوان وكذلك على مدينة مرسيل. فمن هذه النقطة متابعينا الكرام بإمكانك أن تشاهد جميع شوارع وأحياء مدينة تطوان وكذلك مدينة مرسيل بلا ما تشد لا طوبيس لا تاكسي. يعني شوفوا هذا المنظر البانورامي الرائع والجميل جدا لمدينة تطوان بجميع أحيائها وكذلك بجميع دروبها وأزقتها وشوارعها واللي كتبان متابعينا الكرام مداخل ومخارج مدينة تطوان وكذلك جزء من مدينة مرسيل. فبالإمكان متابعينا الكرام أننا غادي نحاولوا أننا نجيو للجهة الأخرى ونشوفوا متابع قناة شوف تابع قناة الشعب الجزء الآخر من مدخل مدينة مرتيل كيف كتشاهدوا معنا من خلال الصور ومن خلال البث المباشر. طبيعة الحال فالجو جميل جدا هنا بمدينة تطوان، كاين شوية ديال يعني الانخفاض في درجات الحرارة ولكن ماشي ذاك البرد اللي هو قارس، جو اللي يمكن نقولوا بأنه جو منعش، والحمامة البيضاء تبدو هادئة وتبدو متأنقة وجميلة جدا وهي تلبس هذا اللباس ديال الأضواء التي تشع في جميع أحيائها وشوارعها. إذا منظر بانورامي جميل جدا لهذه المدينة الهادئة وهذه المدينة الجميلة، وما شاء الله بلدنا الحبيب ما شاء الله يعني فيه من الجمال ومن المدن اللي كتميز بالجمال ديالها. بطبيعة الحال كل منطقة والمميزات ديالها، ولكن مدينة تطوان فالجمال عندها جمال خاص من حيث الطبيعة وكذلك من حيث البنية التحتية ديالها وكذلك من حيث يعني المنازل ديالها. فمدينة تطوان عندها مجموعة ديال الألقاب ومجموعة ديال الأسماء، فالاسم ديال تطوان أو تطاوين أو تطاوين يعني العيون، وهذه الكلمة ديال تطاوين أو تطوان أو تطاون يعني كلمة أمازيغية وتعني عيون الماء بطبيعة الحال. فهذا اللقب أو هذا الاسم فهو يليق بهذه المدينة الجميلة نظرا لكثرة عيون الماء اللي موجودة بجميع أحياء مدينة تطوان. وعلى سبيل المثال فكاين عين سيدي طلحة، عين سمسة، عين سيدي البهروري، عين بوعنان، عين الزرقاء، وعين سنبل، مجموعة كثيرة من العيون، أكثر من 50 ولا 40 عين متابعينا الكرام اللي منتشرة على مستوى إقليم تطوان بالإضافة إلى السقايات أو القنا اللي موجودين على مستوى المدينة العتيقة. وعلى سبيل المثال فبالنسبة غير للمدينة العتيقة فكاين تقريبا ما يقارب 40 قناة يعني منتشرة بشبكة السكوندو تسقي وتوزع على جميع أحياء المدينة العتيقة بما فيها الأحياء ذات الحرف اللي كانت سابقا في حال دار الدباغ أو دار الذهب كيف كانت كتسمى سابقا، الخرازين، النجارين، الخياطين وباقي الحرف الاخرى، الصياغين يعني، وبالاضافه الى الاحياء السكنيه. نرجعوا للموضوع ديالنا متابعي قناه شوف تابع قناه الشعب، فقلنا المدينه ديال تطوان فهي عندها بزاف ديال الالقاب، فبالاضافه الى لقب يعني الحمامه البيضاء متابعينا الكرام طبيعه الحال فهذا اللقب كذلك يليق بهذه المدينه. علاش؟ حيت المدينه ديال تطوان فهم تعيشوا فيها بزاف ديال الديانات، الديانه اليهوديه، الديانه المسيحيه، وكذلك كانوا حتى هنا كاين الهنود، يعني وان كان العدد ديالهم قليل ولكن كاين ثلاثة ديال الديانات اللي تعيشت بشكل اللي هو كبير دون أدنى مشاكل، هي الديانة المسيحية والديانة اليهودية إلى جانب الديانة الإسلامية اللي موجودة هنا منذ القدم هنا بمدينة تطوان. كذلك تسمى بمدينة الأوائل نظرا لأن مدينة تطوان فهي كانت يعني في مجموعة من المجالات هي الأولى، فيقال بأن مهد الصحافة بالمغرب ابتدأ من مدينة تطوان من بعد ما تم تأسيس أولى يعني الجرائد الخاصة بالصحافة بمدينة سبتة. فمدينة تطوان فهي عرفت أولى الجرائد يعني في هذه المدينة، وكانوا بزاف ديال الجرائد هنا في مدينة تطوان خصوصا خلال فترة الاستعمار الإسباني. كنعرفوا بأن إسبانيا وكذلك فرنسا فهما حاولوا أنهم يعني يبرزوا الهيمنة ديالهم ويبرزوا الهوية ديالهم من خلال يعني نشر مجموعة من الصحف التي كانوا من خلالها يحاولون بشتى الأنواع أنهم
يحاولوا إطماس الهوية المغربية. إذا كيف قلنا متابعي قناة شوف تي في قناة الشعب، هذه مدينة تطوان، وهكذا تبدو مدينة تطوان من هذه النقطة العالية على مستوى هضبة جبل درسة. وبالإمكان ديالك يعني من هذه النقطة هذه أنك تشوف وتتفرج وتسارف مدينة تطوان بالشوارع ديالها، وكذلك تشوف حتى جزء من مدينة مرتين. فهذا الجزء يعني الأضواء الأخيرة اللي كتبان متابعينا الكرام بهذا الاتجاه، فهي تخص مدينة مرتيل كيف كتشاهدوا معنا من خلال الصور ومن خلال هذا البث المباشر. فهذه الأضواء هذه الأخيرة فهي تابعة إلى حدود مدينة. إذا كيف قلنا متابعي قناة شوف تابع قناة الشعب، هذه الأجواء مباشرة من مدينة مرتيل، من مدينة تطوان، هذه المدينة الجميلة وهذه المدينة الهادئة، حيث الأضواء أعطت جمالا خاصا لهذه المدينة الجميلة. إذا بغينا التعليقات ديالكم متابعينا الكرام، شكون سبق له زار هذه المدينة الجميلة مدينة تطوان، شنو هو الأماكن اللي زارها وتوحش وبغى أنه يشوفها؟ فمستقبلا نقدر أن نتفاعل مع يعني التعليقات ديالكم إذا بغيتوا يعني شي مكان أنكم زرتوه وباغين أنكم تزوروه مرة أخرى، فنقدر أنني نمشي ونزوره، كذلك نتقاسم بعض المعلومات الخاصة على بعض الاماكن اللي معروفين هنا بمدينه تطوان. بين الاماكن اللي كتوجد يعني بالقرب مني هي القصبه التاريخيه اللي كيتم يعني اعاده ديال الاصلاح ديالها والترميم ديالها في اطار المشروع الملكي ديال ترميم وتثمين المدينه العتيقه. وطبيعه الحال فهذه المعلمه التاريخيه، هذا الحصن ديال القصبه، فهو اعطى جمال خاص للمدينه، خصوصا السياح الاجانب اللي كيجيو كيزوروا الساحه ديال فدان الجديد. فالمشهد ديال القصبه فهو اصبح يعني يستأثر، واصبح مزار لمجموعه من السياح اللي كياخذوا صور خاصه من ساحه الفدان الجديد متابعينا الكرام، والباركين ديال حمادي، وكاين بعض الصور. فمدينه تطوان فهي سبحان الله اذا زرتي يعني الحي الانساطي على مستوى ساحة مولاي المهدي، فغادي تشوف الكنيسة، غادي تقول وكأنك في إسبانيا، وكذلك مرافق ديال الحي الإنساتشي وشوارع وأزقة الحي الإنساتشي، غادي تقول أنا في إسبانيا. مجرد أنك تدخل المدينة العتيقة غادي تحس بعبق التاريخ وبجذور وعراقة وأصالة المملكة المغربية الشريفة، اللي كتعتبر من أقدم المملكات اللي لازالت قائمة، والأولى إفريقيا والثانية على مستوى العالم. فالله يكثر الحساد ديالنا، وهذه رسالة لبعض يعني الكبرانات ديال الجزائر، مملكتنا قائمة والوجود عليها أكثر من 12 ديال القرون، يعني آخر فريق اللي كيلعب الكرة هنا في المغرب ربما التاريخ ديالو أكثر بكثير من هذه الدولة ديال المجانين والدولة ديال الحمق. إذا كيف قلنا متابعينا الكرام ومتابعي قناة شوف تابع قناة الشعب، مجرد أنك تزور مدينة تطوان فغادي تقول وكأنك بإسبانيا. إذا دخلت المدينة العتيقة قد تحس بأصالة وعبق التاريخ و يعني الهوية المغربية الأصيلة المتجذرة. إذا مشيتي للساحة ديال الباركي ديال حمادي أو الساحة ديال الفدان الجديد، غادي تقول وكأنك في اليونان، داك المنازل المترصه باللون الابيض، غادي تقول وكانك في اليونان. اذا مشيتي للمنطقه ديال فحص مهار وشتي داك الخيول البربريه اللي هي عايشه متابعينا الكرام يعني في البراري وفي الجبال وفي الغابات ديال المنطقه ديال فحص انهار، غادي تقول انك في اسكتلندا. فسبحان الله يعني مدينه تطوان فهي الجمال ديالها عندها جمال خاص، فكاين الجبال، كاين الغابات، كاين السهول. فهذه المنطقة اللي كنشاهدوا أمامنا كيف كتشاهدوا معنا فهي عبارة عن سهل، كذلك كاين الواد ديال سان مارتين، كذلك كاين الجبال اللي بعض المواسم كتساقط فيها الثلوج، كذلك كاين البحر أو شاطئ البحر كيف كتشاهدوا معنا من خلال هذه الصور، من خلال هذا البث المباشر. يعني مدينة تطوان متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تابع قناة الشعب، فعندها واحد الجمال خاص، عندها واحد التنوع في الطبيعة اللي القليل في كنلقاوها في مجموعه من المدن، وهذا اللي كيميز مدينه تطوان. فكاين واحد المجموعه ديال الناس بطبيعه الحال اللي كيزوروا مدينه تطوان، فهما عندهم الاختيار اما انهم يمشيو للبحر، اما انهم يمشيو للجبل، اما انهم يمشيو للغابات، اما انهم يمشيو لبعض المناطق اللي فيها مناظر اللي هي طبيعيه في فحص المهار
وباقي يعني المناطق الجبلية اللي هي عالية بالإمكان ديالهم أنهم يمشيوا للوديان. يعني مي كنهضروا على الوديان وكنهضروا على بعض المناظر الطبيعية ما بين مدينة تطوان ومدينة شفشاون، كاين تلا سمطان، كاين واد القنار، يعني كاين أقشور، كاين واحد المجموعة كبيرة من المناظر الطبيعية اللي هي جميلة جدا، وكذلك الشواطئ الممتدة من الجبهة التابعة لإقليم شفشاون حتى بليونش اللي تابعة لعملة المضيق الفنيدق، وباقي متابعينا الكرام يعني الشواطئ اللي تابعة لإقليم تطوان ابتداء من شاطئ ودلاو إلى شاطئ أزلة. إذا كيف قلنا متابعي قناة شوف تيفي قناة الشعب، هذا هو المنظر البانورامي الجميل لمدينة تطوان من هذه النقطة، حيث تشع الأضواء، حيث مدينة تطوان يعني كتلبس واحد اللباس اللي هو جميل خلال فترة الليل، يعني الفترة ديال النهار كتبان مدينة تطوان باللون الأبيض الذي يرمز للحمامة البيضاء، والفترة ديال الليل فهي تلبس لباس هذه الأضواء الجميلة التي تزين جنبات وشوارع وطرق وأحياء مدينة تطوان. يعني كنت كنتمنى أنني نزيد نطول معكم في المباشر، ما تنساوش التعليقات ديالكم، ما تنساوش نبارطاجيو هذا المباشر مع باش بزاف ديال المتابعين ديال قناة شوف تيفي قناة الشعب يشوفوا هذا المباشر باش يجدوا يتعرفوا على مدينة تطوان، على تاريخ وأصالة هذه المدينة الجميلة. وبغينا التعليقات ديالكم، شنو الأماكن هنا في مدينة تطوان اللي بغيتوا نديروا عليها مباشر، يعني نتكلم عليها، نعطي معلومات، وكذلك بعض الأماكن اللي زاروها يعني المتابعين ديالنا من مختلف المدن المغربية، وكذلك الجالية المغربية المقيمة بالخارج اللي توحشوا أنهم يشوفوا هذه الأماكن. كذلك نتقاسم معكم من خلال المباشرات يعني شنو تغير في مدينة تطوان، واش هذه الأماكن اللي سبق لكم زرتوها ربما هذه مدة طويلة أو هذه سنة أو سنتين، واش تغيرت، واش بقات بنفس المعالم ديالها، واش كاين شي أماكن اللي تزادت في مدينة تطوان، خصوصا وأن مدينة تطوان فهي من المدن اللي دائمة التوسع، وكاين يعني مناطق اللي فيها جميلة وجميلة جدا. إذا متابعي قناة شوف تيفي قناة الشعب، أتمنى أننا نكون وفقنا من خلال هذا البث المباشر، وإلى بث آخر دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.